والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبناء الطلبة، حضور الكريم، الشرطة الكريمة المتمثلة في الأخوات، يتمرون اليوم بإرسال ختام هذا الكتاب باسمي واسم إدارة المدرسة. نقدم بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 50 في كل بلد من البلاد. إذا أراد أن يصل إلى القمة كما وصلت الإمارات العربية المتحدة يجب أن تكون هناك قيادة حكيمة، وهي وبحمد الله متوفرة، وجيش يحمي البلاد وهو متوفر والحمد لله، وشرطة تسهر على وجود الأمن والسلام لكل القائمين على هذه الدولة، وهي شهادة يشهد بها العالم كله إن شاء الله. الشيخ خليفة بن زايد حاكم الدولة وحكام الدولة بفكرهم الرشيد للمستقبل
المستقبل تحويل بلد الإمارات من صحراء قاحلة إلى جنة من جنان الأرض يتوافد عليها ملايين الزوار سنويا في بيئة مرحبة وحسن استقبال. فقد زارت دولة الإمارات أولى المراكز العالمية في مستوى المعيشة للسكان، وهي الأولى عالميا من حيث الأمان، مما يشجع الناس من حول العالم إلى المجيء إلى هذه البيئة السليمة الآمنة. أما على الجانب التعليمي فهي الأولى عربيا والعشرين عالميا، وما زلنا نطمح ونطور للأمام. فكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي استهدفت عمليتها التعليمية بنجاح مع ظهور جائحة كورونا ومع مراعاة الحفاظ على حق الطلبة والقائمين على العملية التعليمية. مستقبل الحياة